يعني بالحقيقة هذا القانون أخذ وقت كبير جدا في المناقشة والمراجعة، وكان في عدد كبير جدا من الناس والخبراء اللي تدخلوا في إطار العمل عليه. هذا رح يساوي بين المستثمر المحلي والأجنبي. هذا القانون رح يعطي العديد من الإعفاءات والامتيازات والحوافز للمستثمرين، بالإضافة إلى أنه رح يحافظ على المكتسبات السابقة بمجملها، بالإضافة إلى أنه رح يمنح حصانة تشريعية في لبعض المستثمرين في اتجاه بعض القضايا. وهذا القانون أيضا سيؤدي إلى إن شاء الله المأمول منه أيضا بالتكامل مع قانون المنافسة وقانون الشركات والتعديلات اللي جاءت عليهم، رح يؤدي إن شاء الله ل يعني إحداث فارق حقيقي في التكامل مع رؤية التحديث الاقتصادي أيضا اللي انطلقت من برعاية ملكية سامية. فهذا القانون فعلا رح يؤدي إلى مساعدة الأردن على أن يجذب الأموال المطلوبة لتطبيق والسير قدما برؤية التحديث الاقتصادي. بنتأمل طبعا أنه يتم تمريره من غرفتي التشريع، وأن نستغل الفرصة القادمة في هذه التشريعات الاقتصادية.